الأسواق الأوروبية أغلقت تداولاتها هذا الثلاثاء على تراجع. بورصة لندن سجلت تراجعا بمعدل نقطتين، بورصة فرانكفورت سجلت انخفاضا بمعدل 64 نقطة، أما بورصة باريس فسجلت تراجعا بمعدل 99 نقطة. التراجع يعود إلى عدم وضوح خطة البنك المركزي الأوروبي للتحرك لمعالجة أزمة الديون في منطقة اليورو. اليورو سجل ارتفاعاً أمام الدولار ليبلغ دولاراً واحداً وخمسة وعشرين سنتاً، أما سعر برميل نفط البرنت فسجل انخفاضاً ليبلغ 112 دولاراً.